طبعا التعابين دي تعابين بتلاقي في الزراعه، دي تعابين غير السمه. غير سمه؟ اه دي طبعا حته عليها بيض، دي كده شايله بيض. يعني ممكن امسك حاجه منها؟ بتمسك عادي، اتفضل. طبعا التعبان ما تمسكش جامد، التعبان انت بتمسكه كده اهو، بتخلي التعبان يفلت من ايدك، فتح ايدك كده، خلات ايدك كده، ما تخليش عمر التعبان يأذيك، افتح ايدك بس كده اهو، كده التعبان اتمسك عادي. حلو الكلام. التعبان انت لو دوس عليه جامد وانت دوس على التعبان جامد هتلاقي التعبان اذيك. دوس على التعبان جامد هتلاقي التعبان اذيك. انت لا، انت كما تمسك التعبان بتخلي التعبان يفلت من ايدك، مش هيحس باي مخاطر، مش هتحس باي حاجه، تلاقي التعبان هادي جدا في ايدك، تلاقي التعبان هادي جدا. بكام بقى؟ التعبين بتبدا حاليا من اول 35 جنيه، الموسم بدا يخلص، فالتعبين بتبدا لو تزيد في الاسعار. لو موسم التعبين بدا يخلص زود، في بيدخل موسم تاني بياخد انواع تانيه في التعبين. دلوقتي كان موسم البيض، لو بتبدا ترمي بيض والحاجه خلاص بتبدا لا يخش سبات، خش سبات بالنسبه لك. انت عارف ان في محمله بيض عشان خاطر بطنها؟ طبعا. بص هتلاقينا بطنها هي اللي هي الوضع العادي، هنا تبدا من هنا تلاقي بطنها تخينه. تعرف ليه كده؟ تحملها بيض. بيبدا من 35. طبعا خلصنا نوع ابو السيور ده، طبعا شبيهه ابو السيور او يعتبر ابو السيور الصحراوي، ده زراعي، ده الصحراوي، ده اسمه ارسين او ابو السيور صحراوي، ليه طبعا اسمين. بس ده شكل التريشه؟ لا مش شكل التريشه خالص، هو شكل ابو السيور العادي هو هو. بس فرق ده من الصحراء وده من الزراعه. زي برده ما بني ادم، في واحد صيني وفي واحد مصري. هو فرق بين ده وده. بتلاقي شكل مختلف. الله انت عسل يا حبيبي يا غالي. ده طبعا مختلف، اللي هو ايه، تلاقي اصفر عشان طبعا بيجي من الصحراء. بيكون احلى شويه من دوت، بيكون اللي هو مش بيتخن قوي زي ده. اكل التعابين طبعا فئران، ابراص، سحاله، عصافير، ضفادع صغيره. الضفادع الصغيره دي لابو السيور، ابراص، سحالي، فئران، اي تعبان تاني. طبعا ما فيش حاجه اسمها تعبان بياكل بيض غير نوع واحد في مصر، هو التعبان الفرغه، ده الوحيد في مصر، وطبعا قليل جدا ونادي جدا الفرغه. وعشان تشتري فرغه لازم تكون واحد ممكن من واحد كبير، اللي هو شبيه الفرغه بالظبط الغريبه. الغريبه دي طبعا سامه جدا، هو ما فيش فرق بين الاثنين غير فرق بسيط جدا، عايز حد مختص ليه.